احنا عندنا يا جماعة في النهاية توكيلات مزورة، مش دي ليها عقوبة قانونية؟ طب ايه هي عقوبة المزور اللي بيحددها القانون، وما هي العقوبة اذا كان، هل هناك عقوبة تنسحب ايضا على الموكل، يعني تنسحب على هذا المرشح المحتمل؟ خلوني هنا افهم اكتر من دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، اهلا وسهلا بك يا دكتور. اسعد الله اوقاتك يا يوسف بي ومستمعينك الكرام. اسعد الله مساءك ونهارك وكل اوقاتك يا دكتور مصطفى. تحياتي فهم. تحياتنا ليك. هخش على مسألة التوكيلات المزورة، هي مجرمة بحكم القانون صح؟ اكيد. حلو جدا. وما هي العقوبة في حال تزوير توكيلات؟ ادي واحد. وهل تختلف في حال تزوير توكيلات لاجل انتخابات رئاسية واستحقاق دستوري؟ وهل ينسحب او تنسحب العقوبة على من يعني يوكل، اللي هو في الحالة دي المرشح المحتمل؟ تمام يا فندم. خليني الاول اقول لحضرتك، القانون الجنائي المصري لا يهب لأحد امتيازا بالإجرام. القانون الجنائي المصري لا يعرف التمايز أمام المسؤولية الجنائية. القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة. إذا أخطأ شخص لا أعصمه من المسؤولية الجنائية، مرشح محتمل أيا ما تكون صفته. عايز أقول لحضرتك، فطن المشرع المصري من 86 سنة، من سنة 1937، لما أفرض 25 مادة في مدونة قانون العقوبات المصري لمواجهة هذه الأفعال، وفرض عقوبة السجن والسجن المشدد لمن تمتد يديه إسرافا للعبث بالمحررات الرسمية، ومنها التوكيلات التي سمتها اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، وحددت عددها لكل مرشح لقدمها لقبوله كمرشح لرئاسة الجمهورية. فإذا اصطنع على غرار الحقيقة أحد المرشحين اتفاقا أو تحريضا أو مساعدة مع أي من الأشخاص، انعقدت مسؤوليته الجنائية هو والفاعلين نحو جريمة التزوير في محررات الرسمية. حلو. تاني، أنا هنا بقى أنا فهمت بصراحة، لكن أنا هطلب من دكتور مصطفى أنه يقول لنا الكلام ده بشكل أكثر تبسيطا حتى يستوعبه أي مواطن. حضرتك المشرع الجنائي المصري، أنا ليه بقول من 86 سنة؟ ليه بقول من 6؟ احنا مش عاملين النص ده النهارده ولا امبارح ولا في 2012 13 14 15، لا، احنا قانون العقوبات المصري صدر سنة 1937، جاء في الباب الرابع، الباب السادس عشر، ومسمى عنوان كبير كده التزوير. هذا الحماية اللي فرضها المشرع المصري للورقة الرسمية لأنها تحوز ثقة للمتعاملين مع هذه الورقة، بتفترض أن أنا أحمي هذه الورقة من شتى صنوف التعديل أو الإضافة أو التزوير أو الاصطناع. كون أنا مرشح لرئاسة الجمهورية كمرشح محتمل زي ما حضرتك تفضلت، وبدأت أأتي أفعال بحة صوتنا وإحنا نقول هذه الأفعال، الأول ارتكبت عدة جرائم قبل جريمة التزوير يا فندم. قبل جريمة التزوير ارتكبت عدة جرائم يجرمها القانون 22 لـ 3 2014، اللي قال والله انت هتبقى مرشح محتمل وتدعو في افعال، لو سمحت ما تفعلهاش، لو سمحت ما تأتيش افعال 1 2، حددتها المادة 48 من ذات القانون، الا ان البعض اتى عمدا هذه الافعال. لكن ان تصل الامور الى ان النهاردة يصطنع عدد من التوكيلات فاق 500 محرر رسمي ويعترف بهذه التوكيلات انها اصطنعت، فهو تزوير في محررات رسمية قصد بها مساعدة هذا المرشح المحتمل احتيالا لقبول اوراقه، ثم
ادخال الغش والتدليس بموجب هذه المحررات على اللجنه العليا المشرفه على العمليه الانتخابيه، ومن ثم تنعقد المسؤوليه الجنائيه. لكن عايز اقول لحضرتك الباب ده تحديدا في الماده 210 منه قال اي من الجناه يبادر ويعترف قبل بدء التحقيق يعفى من العقاب. مكافأة تشريعية ادها المشرع لمن يبادر ويعترف بارتكابه هذه الجريمة بالإعفاء من العقاب. ربما أحد الفاعلين الذي تفضلت حضرتك بأنه اعترف يرغب أن يتبرأ أمام القانون وأمام المصريين من جريمة التزوير التي نسبت لهذه الجماعة. يعني إعلان حملة هذا المرشح بأنها تطالب أنصارها بوقف تحرير التوكيلات المزورة معناها أنها بتحاول أنها تتملص وبالتالي تعفى من أي عقوبة عليها. احنا بنقول عليها الهروب من المسؤولية الجنائية. زي ما قلت لحضرتك القانون الجنائي المصري مظهر من مظاهر سيادة الدولة. القانون الجنائي ما بيعرفش التمايز أمام المسؤولية الجنائية. يوسف بيه كلنا امام القانون الجنائي سواء. طبعا اذا حضرتك او انا واحنا الطرف الحديث مجال التشبيه مسينا مصلحه المشرع قال يحذر المساس بها، مطلوب من المشرع او مطلوب من السلطات المصريه ان تغض البصر عنه وعن حضرتك؟ مش مطلوب الكلام ده. طبعا. لو حضرتك هم متابعين اكتر منه من حضرتك أمريكا، ولاية إلينوي، رود بليجوفيتش في ولاية أوباما لما زور توكيلات عشان الترشيح قضي ضد القضاء الأمريكي بالسجن 14 سنة في 2010. هذه واقعة بنتداولها في الكتب العلمية وقضية شهيرة جدا لحاكم ولاية إلينوي، بقول على الهوى، رود بليجوفيتش حاكم ولاية إلينوي قضي بسجنه 14 سنة. ماذا يطلب من المصريين؟ يا فندم الشرطة المصرية وضبطت الواقعة. طب الشرطة المصرية حضرتك حسب الذي أعلنه بيان الصادر من وزارة الداخلية عملت إيه؟ قننت الإجراءات، ضبطت المحرر المزور، عرضت على النيابة العامة وهي جهة تحقيق محايدة. النيابة العامة عملت إيه؟ خاطبت الشهر العقاري أولا، افترضت فيهم البراءة، ما خدتهمش بالشبهة. يا شهر عقاري المستندات دي حررت منك؟ قالت لا، المستندات التوكيلات مزورة. ما هو المطلوب من نيابة مصر العظيمة؟ ما المطلوب من رجال العدالة يوسف بيه؟ إقرار القانون. هل نعطي لأحد امتيازه بالإجرام؟ أبدا. هل مصر على رأسها بطحة؟ ليه يعني؟ عشان إيه؟ إحنا ما عندناش حاجة. أخطأ يقام القانون، وجريمة التزوير فرض لها المشرع عقوبة شديدة تصل للسجن المشدد. وعندما أقول السجن المشدد فأنا أتحدث عن عقوبة سالبة للحرية تصل ل 15 سنة طبقا للقانون. المشرع طبقا للقانون. المشرع يا يوسف قال الكلام ده من إمتى؟ 1937. من 1937 مدونة قانون العقوبات المصري. أشكرك جدا 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 يا دكتور مصطفى على هذا الشرح شديد الوضوح لمثل هذه الواقعة.